سبع أرواحيين شوفوا من ضيفتي اليوم تيسير، تيسير العراقية بأول لقاء لها. شنو رأيك بالحلقة تيسير؟ جنن، وبرنامج كل الصريح ما شاء الله، أتمنى لك الموفقية يا ربي حبيبتي. تيسير طبعا الحلقة نارية، حكينا شغلات أول مرة الناس يعرفوها، أول مرة تتعنين عنها صحيح؟ طبعا أنا نادر المضغوطين، عيني أنا نادر المضغوطين، حكيت كل شيء اليوم كتتهم كلهم، ما بقت شيء ما حكيته. وصراحة أنا متفاجئ بهالحلقة، حتشوفوني بيها عاقل وقاعد بس أسمعها إيش بدها تحكي، لأنه حكي يشيب الراس اللي قالته تيسير بهاي الحلقة. الحمد لله وشكر على كل شيء. انتظرونا الأسبوع الجاي ويا تيسير العراقية. حياتي، باي باي.